ده طبعا هرم زوسر. جينا هنا واتكلمنا كتير عن الحاجات ديت، بس النهارده هنفرجكم على حاجه حلوه خالص. تعالوا كده، بدل ما انا اقول، هي مكتوب وده شيء جميل جدا انك ترجع لسنه 2300 قبل الميلاد، بالتحديد يا سيدي سنه 2450 2350 مقبره عمك بتاع حتب وابنه أخت حتب، وهما من كبار المسؤولين. مش دلوقتي، ما توقفش يعني، دول خلاص مشوا من زمان. في النصف الثاني من الأسرة الخمسة، تقع إلى الغرب من مجموعة زوسر، وبتعتبر المقبرة دي مع مقبرة تي من أجمل مقابر سقارة ومقابر الدولة القديمة، نظرا لروعة النقوش ودقتها. والمقبرة تتكون بقى من التفاصيل اللي انت شايفينها ديت، وهنشوفها. هنخش دلوقتي نفرجكم على مقبرة يعني حاجة جميلة جدا. يلا بينا. شوف يا سيدي، مقبرة بتاع حتب. بتاع حتب ده كان رئيس وزراء وكان فيلسوف، ويقال ان هو اول فيلسوف. انا رايي ان هو كان حكيم، يعني ده رأي حسب ما قرانا، لكن هم بيقولوا كان بيدرس كل الحاجات، طب وفكر وفلك وحاجات، كل حاجه كان بيعرفها. زمان لما كانوا يقولوا الوزير يبقى هو ده رئيس الوزراء، كل في كل. فهو بقى يجي بقى ايه، قعد فتره طويله وعايز يمشي بقى من الوزاره، مش عارف ازاي الحكايه ديت. المهم ان قال له عايز تمشي علم ابنك انه الحكمه، فكتب بقى الوصايا اللي هي بنعتبرها من يعني اجمل الحاجات الموثقه المكتوبه، لانها مكتوبه. البرديات موجوده في فرنسا، في اكتر من دوله، بس هي موجوده في فرنسا. علم ابنك، فكتب بقى حاجات هي عشان تعرف ان الانسانيه في المطلق واحده، والشرف واحد، والعز واحد، والحريه واحده، والجدعنه واحده من يوم ما ربنا خلق الدنيا. مش محتاجه انك انت تدور في كتب كتير، هي حاجات لما تبص للدنيا كده تكتشف انه صحيح الدنيا من غير الحاجات دي تبقى غابه. عشان كده لما الحاجات دي الناس بتزقها شويه بيبقى شكلهم وحش. مش بكلمك بقى على دين خالص، في مش بكلم على دين ولا رسل ولا اي حاجه خالص، بكلمك على ان انت لما تزق الافكار اللي احنا هنقولها واحنا في المقبره دي اللي قالوها من الاف السنين، تكتشف ان ده البني ادم ما ينفعش يبقى غير كده. انما لو زق الحاجات دي وبقى زي ما احنا بنشوف في حياتنا ناس كتير، يقول لك ده ايه ده؟ ده مش بني ادم. انا مع عمك ده كان بني ادم كويس، كان بني ادم حلو. تعالوا بقى نشوف هم عاملين ايه في المقبره، حاجات بديعه. السيد بتاع حتب رئيس الوزراء الأسبق، كان 2450 هو ابنه 2350. هو عاش يعني تقريبا 120 سنة أو 111 سنة، لأنه كتب الوصايا بتاعته وهو عنده 110 سنة. هوريكم بقى حاجات لطيفة قوي. الواحد بقى عقدوني العيال الاشياء بتوع التويتر والحاجات دي، يقول لك اوعى تلمس الاثار. طيب حاضر، مش بلمس اهو. هنا بقى سيدي بقى ايه، احنا داخلين دلوقتي على ايه، الحته اللي بيقدموا فيها حاجات. بقول لك ان هنا المكان ده
هتعرفوا تصوروا؟ تعالى تعالى. بقول لك ده يمكن بيقف فيه الحارس، وبعدين لما تخلص دوريته ينام هنا، بيقرفص بقى وينام. هو كان صغير ما اعرفش، الله الله اعلم. وهنا الحته دي بيحط خشبه كده ويحط عليها ايه؟ هدومه. خش بقى شوف هو بقى ايه. لما كنا في اسيوط شفنا مقبره فيها العاب، اللي هي مقبره مير. دي مقبره الدوله الحديثه. لكن دي مقبره تبع الدوله القديمه. المقبره دي بقى ايه؟ فيها رسومات بتقول ان عندهم برضو الرياضه، يعني الرياضه من زمان جدا. فعندهم مثلا هتلاقي على الحيطه مصارعه، بيتصارعوا. اهو شايف فوق خالص زمايلي بقى هيجيبوا لكم الكاميرا، متصوره فوق بالتفصيل، مقطعين بعض ضرب. بس العيال ما كانوا رفيعين، مش زي بتوع المصارعه بتوع دلوقتي. ما كانش في حاجات اللي هي بتنفخ دي، كانت حاجات طبيعيه. فكله متسجل. في بقى كمان حاجه لطيفه عايز افرجها لكم، وهي انه عمك بتاع حوت ده الفيلسوف الحكيم يا سيدي، هو قاعد على الكرسي بتاعه بيعمل ايه بقى يا ترى؟ هو اللي مسجل نفسه. نجيبه من فوق. من فوق في واحد بيعمل له وشه وشعره وزي ما يكون بيعمل له مكياج وبيظبطه من فوق. في واحد قاعد فوق ماسك دماغه، ادي اول حاجه. ننزل تحت تلاقي كوعه، ايده، ايده دي مسنوده على حاجه خشب. في واحد واقف حاططها له ماسكها له بايده، عشان كوع الكرسي زمان كان صغير زي ما انتم شايفين. طيب نيجي الناحيه الثانيه الشمال كده ناحيتي، نبص نلاقي في واحد حاطط زي حاجه خشب او طبق ولا حاجه، وحاطط فيه ضوافره وبيعمل له ضوافر ايده. تنزل تحت تلاقي واحد بيعمل له مساج في رجله. تروح كده شويه يمين تلاقي الحيوانات الاليفه بتاعته ماسكها له واحد، قرود وكلاب. هي شكلها كلاب بس شكلها غريب شويه، بس هي كلاب يعني، المفروض تبقى كلاب. ولكن كانوا الديابه زمان كانت حيوانات اليفه ولا حاجه، لكن زي ما انت شايف كده. ده عمك بتاع حطب في حاله ايه؟ مانيكير وبديكير واستعداد. معرفش يمكن كان عنده تصوير مثلا، يعني ممكن. بس بقى الجميل انه الالوان اللي شايفينها دي حاجه مش معقوله، يعني حاجه شيء لا يصدق. يعني شوفوا الاخضر اخضر من الاف السنين، والنبيتي او البني هو هو، وفي الاسود اللي هو اللي حط على الراس حاجه مذهله، واللون الجميل الرمادي دوت اللي فيه زي ذهبي كده او حاجه، يعني حاجه يعني تعالى اتفرج انت هتستمتع، يعني هتتبسط جدا. بس احنا جينا هنا ليه اساسا بقى؟ جينا عشان نقول لك ان ذاك الراجل فيلسوف ترك وصايا لابنه. الوصايا دي هي نفس الوصايا اللي بنسمعها من يوم ما نشأت الارض، لكن حسب ما بتقول الدراسات والابحاث ان دي اقدم وصايا مكتوبه. اقدم حاجات انسانيه، حكم انسانيه مكتوبه. فلذلك يقول لك هو عمك بتاع حوتب ده اول فيلسوف، اول حكيم كتب الكلام ده. ده لغايه دلوقتي ممكن بعدين يثبتوا حاجات تانية، يطلعوا حاجات تانية من الاثار. تعالوا بقى نسمعكم عمك بتاع حطب قال لابنه وقال لنا ايه. اتبع قلبك ما دمت حيا، اتبع قلبك ما دمت حيا، كن كريما ما دمت حيا. وصايا بتاع حطب الوزير رئيس الوزراء 1350، بس هو بادئ 1450، كتبها وهو عنده 110 سنة لابنه.
يوصيه بالآتي: اتبع قلبك ما دمت حيا، كن كريما ما دمت حيا، اجتنب الطمع فإنه آفة لا علاج لها، لا تتحدث إلا عندما يكون لديك شيء يستحق أن تقول، لا تغتر بعلمك واستشر الجاهل والحكيم. الكلمة الطيبة أنضر من الحجر الأخضر والزمرد. لا تردد الوشاية ولا النميمة ولا تستمع إليها. لا تطمع فيما عند جارك ولا تمد يدك لما يملك. عندما تكبر وتبني لك بيتا وتتخذ لك زوجة، أحب زوجتك ووفر لها الطعام والكساء فإنها توأم روحك. وعندما تنجب ابنا اعتني به فهو فلذة كبدك. لا تبعده عنك إذا أخطأ، وإذا لم يطعك أو نطق لسانه بالسوء من القول فعليك أن تؤدبه. وإذا من عليك الإله بالعز بعد التواضع والذل يعني، وبالثروة بعد الفقر، فلا تنسى أصلك ولا تغتر بالثروة والجاه التي أتتك بفضل الإله. اضرب للناس المثل الأعلى بأفعالك. وإذا كنت ذو منصب فاستمع لشكوى الناس أرجوك. وعندما نقيم العدل والنظام فبذلك نحيا، فبذلك نحيا وتحيا الأجيال القادمة. عندما نتبع النظام والعدل فبذلك نحيا وتحيا الأجيال القادمة.